ناخد كمان واحد من نجم من نجومنا الكبار كابتن محمد زيدان. زيزو ازيك؟ كابتن احمد ازيك يا زيزو؟ ازيك يا كابتن؟ متوهج كده اليومين دول، شايفك كده بتحرجم على حاجه. والله خالص يعني احنا بنحاول، بس يعني انت شايف بقى الاجواء اللي احنا كنا فيها الفتره اللي فاتت. اول حاجه طبعا كل سنه وحضرتك طيبه كابتن. طيب يا حبيبي. وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل المشاهدين وعلينا كلنا يا رب ان شاء الله. اشمعنى دياب؟ دياب عشانه انسان مجتهد جدا، انسان مخلص لعمله وللحاجه اللي هو فعلا بيحبها، وبعدين خدوم جدا وصاحب صاحبه جدا، ويعني بجد يعني من انظف الشخصيات اللي اي حد ممكن يتعامل معاهم بجد يعني بالامانه. سامع ان انتوا بتحضروا لمفاجاه سوا دياب مع زيدان. الاول ميرسي يا زيدان طبعا، حبيبي زيدان وكابتن حازم. نعم. زيدان الحقيقه احنا شغالين على مشاريع كبيره جدا، وكان ليه دور كبير الحقيقه في تعاقد النادي مع بروسيا دورتموند، وان شاء الله فريق الحلم، وعندنا مشاريع كتيره. فريق الحلم ان شاء الله زيدان. ان شاء الله. وزيدان من النماذج يعني اللي شرفتنا بره وعملت رحله، وزيدان ليجند في بروسيا دورتموند. طبعا انا رحت هناك، انا رحت نهائي الكاس فولفسبورج بروسيا دورتموند، فيعرفوا انا مصري يقولوا لي زيدان، اقول لهم شوبير يقول لك زيدان. طب خلاص. لا يا كابتن احمد، لا لا والله انا شفت والله يا زيدان. لا لا سيب، انا اقول لك الحقيقه، انا كنت في الساحه هناك وجماهير فولفسبورج وجماهير بروسيا دورتموند، فاحنا بنصور، ف منين اقول لهم مصري زيدان زيزو كده يعني الحقيقه، فاقول لهم انا برضو كنت بقول اسم الشوبير لك زيدان زيدان. كانت حاجه والله، كانت حاجه مشرفه جدا. دايما بلومه اقول له يعني كنت ممكن تتكلم، بس ده مش وقته. طلباتك ايه من احمد دياب اذا اصبح عضوا لمجلس الشيوخ؟ والله انا بتمنى له طبعا اول حاجه التوفيق طبعا، وبتمنى للناس كلها التوفيق. كل الناس اللي موجوده قد المسؤوليه طبعا، وكلنا بنعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا نخدم بلدنا ونخدم الناس اللي محتاجه فعلا ان احنا نساعدهم. اللي بيعجبني في احمد ان احمد يعني عنده طموح عالي جدا. نعم. عنده يعني عنده عزيمه واصرار في كل حاجه هو بيحب يعملها. متخصص كمان اكتر للمجال الرياضي. زي ما انت شايف عندنا كذا بروجكت شغالين عليه. قول لي ايه الحلم ده؟ الحلم ايه يا زيدان؟ بص، الحلم ان احنا كلنا نحلم، مش واحد بس اللي يحلم يعني. احمد بصراحه نفسه يعمل حاجات كتيره جدا، ونفسه كل الناس اللي حواليه تساعده. وانا عارف ان احمد بجد قد المسؤوليه وقد الثقه في كل حاجه بنعملها. انا بسنده في كل حاجه. نفسي ان كل الولاد الصغيرين يبقى عندهم الطموح وعندهم الحلم، يجتهدوا في الحاجه اللي هم بيحبوها. نفسي يا كابتن برضو ان الناس يعني الشباب الصغيرين، الاجيال الجديده والاجيال اللي طالعه، يبقى عندهم يعني عندهم الاحساس بتاع ان انا ما افقدش الامل ابدا، ان انا افضل عندي اصرار وعزيمه في كل حاجه نفسي احققها، افضل احلم. الحلم ده مش عيب ان انت تبقى احسن واحد في الدنيا، تبقى صحيح احسن واحد صحيح في الحاجه اللي انت بتحبها. صحيح. اي انسان ربنا مديله موهبه في اي حاجه، الموهبه دي عنده لازم يجتهد ويخلص لها، لان في الاخر المواهب اللي يعني ربنا بيدينا كلنا مواهب كتيره. وفي ناس بتبقى مواهبها اكتر من مواهب ثانيه، بس بتلاقي برضه التوفيق بيبقى مهم بيلعب دور، بس برضه العزيمه بتاعت كل شخص هي اللي بتوصله بموهبته دي يبقى حاجه كويسه. صحيح. الموضوع طبعا مش يعني ما بيعتمدش على اني مثلا انا النهارده احمد ده بدعمه، بس النهارده معنى ان انا بدعم احمد، فمعناه ان احمد بقى خلاص بقى عليه هو كل الحمل، واحمد المفروض اللي يعمل كل حاجه ويحقق لنا كل حاجه بنحلم بيها. هو اول حاجه طبعا هو يعني هيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا، وهيبقى عليه عبء كبير جدا، بس هيحتاج طبعا دعم الناس الكويسين، الناس اللي دماغها نظيفه. احمد من الناس اللي دماغها نظيفه جدا جدا جدا، وبيعرف يتعامل في المواقف الصعبه، بيعرف يحل الازمات، بيعرف ازاي يجتهد ويخلص ويجري ويروح ويسافر. لما كنا بنجري على الموضوع بتاع بروسيا دورتموند، بصراحه احمد عمل مجهود جامد جدا، وكان معانا برده هيثم عبد العظيم عمل معانا مجهود جامد جدا في موضوع بروسيا دورتموند، السفر وايميلات ونروح ونيجي ويجيبوا الناس هنا في المانيا. وما فقدناش الثقه مع ان الموضوع ما كانش سهل خالص. صحيح. بس فضلنا ان احنا تعبنا عليه جامد وعملنا مجهود كبير جدا ان احنا نجيب نادي الماني. الانديه الالمانيه انت حضرتك عليكم يا كابتن دمهم تقيل، الثقافه بتاعتهم مختلفه والفكر بتاعهم مختلف. طبعا. بس منظمين، احنا نجيب نادي زي بروسيا دورتموند في مصر ويبقى اول اتجاه ليه في الشرق الاوسط او في الميدل ايست، يبقى من خلال نادي، من خلال نادي زد، ومن خلال طبعا شركه اورا، والمجهود الكبير اللي اتبذل، وان هم يجوا من الميدل ايست من خلال مصر.
فدي كانت خطوه كبيره جدا بدانا فيها مجهود كبير. المجهود ده طبعا هيديني الفتره الجايه على الولاد اللي هناخدهم نسافر بيهم معسكرات في المانيا، هنجيب بروسيا دورتموند هنا هيتلعب بطولات كبيره وكتيره. فريق الحلم اللي احنا شغالين عليه، انا شايف ان الموضوع ده كسب مشروع قومي لمصر اكتر ما ان احنا النهارده بنفكر في المستقبل اللي قدام. احنا بنحاول ان احنا الولاد الصغيرين نديلهم الثقه في نفسهم. نعم. ازاي ان احنا نديلهم ثقافه الكوره الصح، الاحتراف. نعم. الصح، ان الولاد دول يسافروا ويتصرف عليهم مش فلوس بس، يتصرف عليهم يعني ان انت. نعم. تصرف وتبذل المجهود ان هم يبقى المينتاليتي بتاعتهم مينتاليتي اللعيب البروفيشنال، هيتحقق ان انت بإذن لما الله. ولاد. نعم. ولاد مثلا نادي زد او مثلا الاجيال بتاعه مصر هم في الاخر مهما. نعم. كان هم بيمثلوا مين، هم في الاخر بيمثلوا مصر. انت لو تروح اي حته بتقلل الفريق ده من مصر، لما بيلعبوا فرق من اوروبا زي بروسيا دورتموند زي بايرن ميونخ وزي مثلا ريال مدريد. لنا بقى لنا قاعده ولنا حلقه بعد اذنك في هذا الامر، لانه اعتقد انه ده حلم للجميع. بشكرك جدا جدا محمد زيدان على هذه المداخله، وبترك الكلمه الاخيره لك يا ابو حميد.